مشاهدينا ولتعليق على الموضوع ينضم الينا داخل الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الاستاذ نظير الكندوري. اهلا ومرحبا بك. اهلا بك اخي الكريم. وايضا عبر سكايب سيكون معنا من باريس السياسي العراقي المستقل امير المفرجي. اهلا ومرحبا بك استاذ امير. مساء الخير. مساء الانوار. ابدا معك استاذ نظير، يعني خرج المتظاهرون اليوم رافعين شعارات منها كفاكم قتلا ارحلوا، مع ذلك كان القتل سيد الموقف اليوم. اعداد يعني القتلى في المحافظات اهمها البصره كبيره جدا، بما تفسر استمرار الحكومه في نفس السياق وفي نفس النهج بقتل المتظاهرين؟ يعني انا ارى ان هذا النظام لا يعرف غير هذه اللغه، بل لا يجيد غير هذه اللغه، وهي يعني يعتقد ان النظام ان لغه القتل ولغه الاختطاف ولغه يعني كل هذه الاساليب الوحشيه هي من مكنته للبقاء في هذا النظام طيله 16 سنه، لذلك هو لا يتورع ولا يتردد عن استخدامها طالما هي ناجحه باعتقاده، لذلك هو اي تحرك سلمي او يعني غير مسلح مع ذلك يقابل بلغه واحده وهي لغه القتل، بينما لغة الحوار، لغة التفاهم، لغة تحقيق ما يطلبه المتظاهرون هذه غير موجودة في قاموسه ولا في مسلمات سياسته. ويعني أنا أعتقد أن هذا الأمر إذا استمر ربما يعني أخشى أن يكون أن للحليم درجة من التحمل، وإذا غضب الحليم ربما سترى منه الأهاويل، والشعب العراقي ما زال لحد الآن يتمسك بسلميته ويتمسك بحلمه، ولكن إذا ما استمر الإثخان في القتل وسفك الدماء ربما ستجد الشعب العراقي يتحول إلى عنفوان، إلى ثورة يكتسح كل من يقوم بقتل أبنائه ويكتسح كل هؤلاء الفاسدين. حين ذاك لا يلومن القاتل إلا نفسه. ننتقل للسيد أمير من باريس. يعني على استحياء أدانة المنظمة، منظمة العفو الدولية، القنابل التي تمد بها إيران القوات الحكومية والتي تقتل فيها المتظاهرين بإصابات مباشرة في الرأس، ما قيمة أو كيف تقرأ هذه الإدانة لو سمحت؟ صحيح أن الإدانة هي إدانة يعني ليست بالمستوى المطلوب، يعني ردود الفعل للمجتمع الدولي تتسم بالخجل يعني من أن تقوم بإدانة كاملة وإدانة يعني حسب ما تتطلبه القضية في العراق، لأن في العراق ما يحدث الآن هي ليست قضية خروج مظاهرات ومن ثم يعني أعمال شغب، المشكلة في العراق أنه عملية قتل بالجملة لشعب ولشباب ثائر لم يأتي إلا لطلب يعني حقوقه وطلب هويته اللي سلبوها منذ 2003. إذن على يبدو أن ردود الفعل خصوصا حتى من المنظمات التي يعني تتسم ب يعني بالدفاع عن حقوق الإنسان هي ليست بالمستوى المطلوب. ما يحدث الآن في العراق هي جريمة من نوع يعني عظيم تخجل الإنسانية منها. المشكلة أنه يجب أن تقوم المنظمات الدولية وخصوصا الدول الأوروبية التي تنادي بالإنسانية وبحقوق الإنسان أن تكون يعني في هذا الوقت، ولكن أنا في نظري ما يحدث في العراق وما يحدث في المنطقة يتعلق ب يعني صراع دولي متعدد الأقطاب على هذه المنطقة، لهذا هناك نوع من الحذر من هذه الدول أن تقوم يعني مواقفها مرتبطة بمصالحها بالدرجة الأولى وليس بحقوق الإنسان التي تتغنى بها أو يتغنى بها الغرب بصفة عامة. أكيد 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 يعني إنها حذرة لأنها تخاف على مصالحها ولا تستطيع أن تعطي يعني موقف إلا بعد أن ترى من سيكون هو الخاسر ومن سيكون هو الغالب. طيب أستاذ نظير، يعني بعد أسبوعين من يوم 25 من تشرين الأول الماضي أعداد القتلى تتزايد، الانتهاكات تزيد، أعداد المصابين بكثرة في المستشفيات العراقية ومنهم من لم يعلن خوفا على حياته، لكن كيف سيكون السيناريو لو استطاع المتظاهرون قطع إمدادات النفط العراقي أو تصدير النفط العراقي؟ نعم، وهذا ما تتصدره الآن وسائل التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى أن يكون الشعب العراقي له يد في قطع تصدير النفط العراقي،
إلى العالم والذي تستخدم موارده في قمع هذا الشعب وفي إدامة آلة الفساد في هذا النظام. وأيضا ما دام النفط مستمر فليس هناك داعي لدول العالم أن تتدخل لإنقاذ الشعب العراقي. لكن ما أقوله أن الشعب العراقي شعب واعي وليعلموا بأن مصدر قوتهم هو تحت أقدامهم. مصدر قوة الشعب العراقي موجود تحت أقدامهم، فيما إذا لو نجحوا في قطع تصدير النفط العراقي سوف يجدون كل دول العالم هل بقدرتهم ذلك؟ تركع تحت أقدامهم. نعم في إمكانهم ذلك، يعني التظاهرات وقطع الطرق على الشركات النفطية بالإضافة إلى قطع الطرق على الموانئ لتصدير النفط وقطع الطرق البرية التي يتم تصدير النفط منها بالشاحنات، هذا سيصيب التصدير العراقي بحالة من الشلل تجعل صادراته تنخفض من 3.4 مليون برميل يوميا الى بضعه الاف من البراميل، وهذا سيصيب النظام ب يعني ضربه قاتله، وكذلك سيربك سوق النفط العالمي. سوق النفط العالمي اذا ما ارتفعت اسعاره ووصلت بدانا نتحدث على 100 دولار للبرميل او اكثر من هذا المبلغ، ستجد ان الولايات المتحده والدول الاخرى تجدها راكعه امام الشعب العراقي لتجد حلول له مع هذا النظام المستبد. وإلا فإن الشعب العراقي من غير الواقعي أن يضخ نفطه إلى تلك الدول، ومع ذلك هذه الدول تتجاهل التضحيات والدماء التي تسفك في شوارع بغداد والمدن العراقية. ربما العراقية هذا ما دفع جنين هينس أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق أن تعلق على هذا الموضوع وتقول بأن الخسائر الاقتصادية النفطية التي سببتها المظاهرات خسائر كبيرة. كيف تقرأ هذا التصريح أستاذ أمير؟ لا شك أن تصريح ممثلة الأمم المتحدة في العراق هو تصريح غير أخلاقي، وتصريح يعني يثبت بأن هذه الشخصية هي شخصية لا تهتم بحقوق الإنسان ولا بمصلحة الشعب العراقي. وهذا ما قد يعطينا فكرة عن أن من يأتي إلى العراق بحجة الأمم المتحدة وبحجة يعني أصدقاء العراق هم من أصدقاء الطغبة الفاسدة، النظام الفاسد الذي قد يستطيع أن يعطي الأموال في سبيل أن يحصل على التأييد الدولي. وهذه الحالة يعني تثبت بوضوح على أن هذا التصريح هو له اتصال أو علاقة بالنظام الفاسد في العراق، وأن النظام الفاسد يبذخ بالأموال لهذه الشخصيات في سبيل أن يبقى في السلطة وفي سبيل أن يسكت العالم عن جرائمها التي تحدث، يعني جرائم لم نشاهدها في 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 اي مكان. هذا القتل بالجمله لشباب، يعني في صراحه انه تصريحات هذه الانسانه هي تصريحات غير اخلاقيه وتصريحات يعني عجيبه من قبل شخصيه تمثل منظمه بهذا المستوى في العالم الا وهي منظمة الأمم المتحدة. بهذه المناسبة سيد أمير، كيف تتوقع أن تنعكس هذه التصريحات لأكثر من مستوى دولي على المتظاهرين في الساحات والشوارع؟ شيء طبيعي أن العراقيين قد فهموا بأن هذا النظام إذا استطاع أن يصمد منذ 2003 إلى حد الآن لم يكن وحيدا، ولكن هناك قوى ساعدت هذا النظام في سبيل يعني الحصول على الثروات العراقية بدلا من أن تعود إلى هذا الشعب المسكين الذي عانى الأمرين، عانى من الحصار قبل والآن يعاني من حكومة فاسدة تعطي أموال العراق لإيران وتعطي أموال العراق لكل من يساندها. لا شك أن هذا النظام الفاسد وتشكيلته الداخلية التي اعتمدت كثيرا على يعني علاقاتها في أماكن تواجدها قبل 2003 له يعني له الأثر الكبير في هذه العلاقة التي هي علاقة يعني يندى عليها الجميع. نعم، ابقى معنا أستاذ أمير. يعني أستاذ نظير، أعود إلى تصريح جيني هينس بلاسخارت التي من المفترض أنها هي تمثل الجهة التي تدافع عن الشعب العراقي ليس عن الاقتصاد أو عن جهة أخرى، لكن هل أصبح العراق مجرد آبار للنفط وأرقام ومصدر للطاقة للعرب وللغرب ومنظماته والمنظمات التي يديرها الأخوات السبعة؟
يعني هذه الممثلة عن المنظمة العالمية للأمم المتحدة هي ما هي إلا سفيرة للدول الدائمة العضوية في هذه المنظمة، وهي تترجم سياسات هذه الدول، ومع الأسف هذه الدول تنظر لشعوبنا وبلداننا مجرد شريان للنفط، يصدر النفط فقط، لكن يجب على تلك الدول أن تعرف أن هناك شعوب حية أصحاب حضارة وأصحاب قيم، لا يسمحون لأن يكونوا مجرد شريان للنفط للعالم، ومن خلال هذا الشريان نستطيع أن نحارب تلك الدول. الولايات المتحدة أنا أركز عليها كونها هي أحد شركاء الاحتلال في العراق، نحن تحت احتلالين إيراني وأمريكي. هذه الدولة نستطيع الشعب العراقي أن يركعها. ربما يعني سامع يقول والولايات المتحدة لماذا تتأثر بقطع الإمدادات النفطية، هي أصلا مصدرة للنفط، لكني أقول قطع الإمدادات النفطية عن العالم العراقية عن العالم سيجعل هناك ربكة في السوق العالمي كله، وستكون الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد بالعالم إحدى أكثر الدول تضررا من هذا الربكة. السؤال الأهم، لماذا لم يأتينا ممثل للأمم المتحدة منذ عام 2003 إلى اليوم من يقف مع الشعب العراقي؟ لذا لأنهم كلهم مرتهنين بسياسات الولايات المتحدة. حتى مجلس الأمن بالرغم من أنه يتشكل من 5 دول دائمية العضوية إلا أنهم جميعا وعشرة غير دائمة، نعم، إلا أنهم جميعا مرتهنين بالسياسة الأمريكية. يعني الأمم المتحدة معناها الولايات المتحدة، هذا يعني مختصر القول. وبالرغم من تأكيدي على أن الشعب العراقي لا يريد أن يتفاوض مع هذا النظام الفاسد وهذا النظام الدموي ويجب أن يتفاوض مع الأمم المتحدة، أنا ما أقصده أنه يتفاوض مع دولة الاحتلال الأولى مع الولايات المتحدة، لأن هي من نصبت هؤلاء الفسدة والفسقة على رقاب العراقيين، وهي من تستطيع إزالتهم، لكن بماذا؟ بإرادة وقوة الشعب العراقي حينما يركع مثل دولة مثل الولايات المتحدة. في هذا الموضوع تحديدا أنتقل للسيد أمير من باريس. الشعب العراقي لم يتفاوض بعد، لم يتحاور مع الحكومة، الحكومة تصر على استمرار الانتهاكات الصارخة بحق المواطنين العراقيين واستخدام القوة المفرطة كما نرى من خلال الفيديوهات التي تصل. كل ذلك يجعلني أسأل عن السيناريو القادم أو المشهد في المستقبل القريب، على أي نحو قد يكون هناك إصرار جماهيري، هناك حضور بزخم كبير جدا في الساحات وفي الشوارع خلال الأيام الماضية، إلى أين تذهب الأمور باعتقادكم؟ شيء طبيعي أن الحكومة العراقية قد فقدت شرعيتها الأخلاقية بعد أن فقدت شرعيتها السياسية في انتخابات مزيفة. الآن هذه الحكومة وهذا النظام لا يستطيع البقاء بعد هذا العدد الكبير من القتلى. المشكلة أنه من يترأس الحكومة في الوقت الحاضر أنا في نظري ليس له القوة وليس له يعني الإرادة في الصمود، ولكن إيران والأحزاب التي يعني موجودة في العراق هي التي تحاول أن تمسك برئيس الوزراء في سبيل أن يبقى في السلطة، ولكن يعني يتمنون او يحاولون ان يكون هناك تكون هناك فرصه في المستقبل للقضاء على هذه الانتفاضه المهمه. انا سبق وان قلت ان ما يعمل به النظام العراقي الان هو المحاوله في ادامه هذه الانتفاضه للوصول الى يعني التخفيف من وزنها، ومن ثم ملاحقة النشطاء عن طريق استخبارات النظام السياسية في العراق والقمعية للوصول إلى نتيجة. ولكن أنا في نظري أن هذا هو يعني من المستحيل، لأن الانتفاضة العراقية وصلت إلى درجة لا تستطيع أن تتوقف، وأن نهايتها ستكون إن شاء الله بنهاية النظام الذي جاء بالويلات إلى العراق والعراقيين. أستاذ نظير، إدانة من سفارة وأخرى من سفارة أخرى أو شجب من المفوضة الأوروبية لشؤون الخارجية والأمن، الأمم المتحدة تصدر بيانات مع أو ضد المتظاهرين، لكن لماذا نجد فقط بيانات إدانة وشجب واستنكار على استحياء دون ردة فعل قوية أو فعل على أرض الواقع؟ هل الشعب العراقي سيصدق بهم مرة أخرى؟ بالتأكيد لا يصدق. وما هذه يعني التصريحات والإدانات التي تطلق على استحياء ما هي إلا رفع العتب عن تلك الدول
وليبرهنوا أنهم كان لهم موقف إزاء ما يحدث في العراق، لكن الشعب العراقي لا يستطيع الاستفادة من هذه الإدانات ولا يستطيع الاستفادة من هذه التصريحات، إنما يريد أفعال. هل تستطيع الولايات المتحدة التي تقول يجب أن يتعامل النظام بجدية مع المطالب العراقية أن تذهب إلى مجلس الأمن وتتخذ قرار بقوة المجلس الأمن يلزم النظام العراقي بالتعامل بشكل جاد مع المطالب العراقية؟ لو كانت صادقة في إدانتها لوسائل القمع التي يستعملها النظام العراقي لذهبت إلى مجلس الأمن وأصدرت قرار صريح بإدانة النظام وإلزامه بأن يتعامل بشكل مختلف عما يتعامل به الآن. الشعب العراقي لا يستفيد من التصريحات، إنما يستفيد من الأفعال والأقوال، ولتحفظ الولايات المتحدة على الأقل شيء من الأخلاق، على شيء من يعني قيمتها كدولة كبرى. هي مسؤولة عن كل الدمار الذي حصل في العراق. ماذا يعني يضيرها أن تتعامل بشكل فيه شيء من الأخلاق مع الشعب العراقي، لتعلم أن مصالحها لا ترتبط مع هذا النظام الذي مع كل هذه الخدمة التي قدمها الولايات المتحدة لهؤلاء الأزلام الموجودين بالنظام، إلا أنهم فضلوا أن يرتموا بحضن احتلال آخر، وهذا دليل على أنكم لم تحصلوا شيء، وأن مصالحكم الاقتصادية وغير الاقتصادية تكمن مع الشعب العراقي وليس مع هذا النظام. يجب أن هذه الحقيقة أن يدركوها يعني الإدارة الأمريكية. نحن أستاذ نظير كيف نطلب من المجتمع الدولي أن يكون شفافا ونزيها، وهو الذي غطى هذا الاحتلال الأمريكي وغطى خراب العراق طيلة السنوات الماضية. دعنا نتوقف هنا عند يعني هذا الحضور الكثيف للجمهور العراقي في الساحات والشوارع، وهذا الزخم وهذه الإبداعات ومحاولة تحويلها إلى اعتصامات والشرائح الجديدة التي دخلت على خط التظاهرات من طلاب الجامعات والطلبة المثقفين إلى آخره. كل هذا إلى أي مدى يجعل من هذه المظاهرات أكثر قوة؟ أنا أقول لك أن في هذه الفترة هناك صحوة داخل الشباب العراقي بل في عموم المجتمع العراقي بأن كل المراهنات قد سقطت، مراهنة على احتلال أمريكي ولا احتلال إيراني أو سياسي أو مرجعية، كلها سقطت، وبقي شيء واحد أن العراقيين يرجعون إلى عراقيتهم إلى مواطنتهم، هو هذا الفيصل، هو هذا عنوان النصر. وما أراه أن الشعب العراقي سائر باتجاه ذو يعني في طريق ذو اتجاه واحد بلا عودة، لا رجع منه، يعني كما قال عظماء المجاهدين إما النصر أو الشهادة. والشعب العراقي حقيقة ذاهب إلى هذا الطريق، إما أن يسقط هذا النظام إن شاء الله أو يستشهد. ينتصر العراق وينتصر شعبه العظيم. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كما أشكر ضيفنا من باريس السياسي العراقي المستقل السيد أمير المفرجي. شكرا جزيلا لك.